بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا أعزائي متمهلي ومتربصي معهد المصالحة، وصلنا إلى مرحلة رسم المقطع العرضي النموذجي للطريق، لو بروفيل انتخابير تيب، لو بي تي تي. المقطع العرضي النموذجي هو قطع عرضي يكون في الطريق يميز مختلف التفاصيل الهندسية المراد تطبيقها على الأرضية لإنجاز الطريق. إذا كما قلنا سابقا أن مرحلة رسم المقطع العرضي النموذجي تكون بواسطة البرنامج بيست. البرنامج بيست هو برنامج بسيط يعتمد عليه كثيرا من طرف المهندسين هنا في الجزائر لرسم مخططات دراسة الطريق، من تخطيط أفقي إلى مقطع طولي إلى ومن معالجة النقاط كذلك إلى رسم المقطع العرضي النموذجي. نحن في هذه الدورة سوف نعتمد عليه فقط في هذه المرحلة، أي مرحلة رسم التخطيط رسم المقطع العرضي النموذجي لو بي تي تي، وكذلك مرحلة إسقاط هذا المقطع النموذجي على المقاطع العرضية للأرضية، ومن ثم استخراج المقاطع العرضية الجارية لبروفيل أون ترافيل كورون، ثم استخراج المخططات مخطط التخطيط الأفقي ومخطط المقطع الطولي، وكذلك الوثائق الكتابية الخاصة بالإنجاز أو خاصة بملف الإنجاز لو داكس لو دوسي ديزيكسيون. للقيام برسم المقطع العرضي النموذجي في برنامج البيست نقوم من القائمة في شي باختيار نوفو، أو مباشرة من هذه الأيقونة التي ترمز إلى صفحة جديدة نختار نوفو، ثم نذهب إلى الاختيار بروفيل تيب. هنا أسفل الاختيارات نجد بروفيل تيب، ثم نضغط على أوكي. تظهر لنا نافذة صغيرة نقوم من خلالها بتسمية البروفيل تيب الخاص بنا واختيار مكان خاص به، فمثلا هنا أختار له هذا المكان ثم أسميه تسمية معينة، مثلا أسميه لو بي تي تي، مثلا أسميه بي تي تي سي دبليو في سوند، لأنه لو بروفيل أون ترافير تيب الخاص بمشروعي وهو الطريق الوطني 102. ثم نضغط على أوكي أفريق. يقوم البرنامج بسؤالك هل تريد إنشاء ملف يضم مقاطع عرضية نموذجية خاصة ببرنامج البيست جديد؟ تقول نعم. أوكي. إذن هذه النافذة ندخل فيها المقاطع العرضية النموذجية المراد إنجازها. كل مشروع يحوي على الأقل مقطع عرضي نموذجي واحد على الأقل. إذن كل مشروع يحوي برنامج يحوي مقطع عرضي نموذجي واحد على الأقل. إذا أردت تغيير المقطع العرضي النموذجي للأرض للطريق، مثلا هناك أماكن أين تضيق الطريق، أو أماكن تريد تغيير أبعاد أكتاف الطريق، أو تريد تغيير سمك الطريق، أو تريد تغيير مثلا ميل الحفر أو ميل الردم في أثناء عملية الإنجاز، هنا يجب إدخال لكل بعد معين أو لكل صفة للمقطع العرضي نموذجي معين ندخلها في مقطع عرضي نموذجي معين لديه رقم معين وصفة معينة أو اسم معين. هنا مثلا نبدأ بمقطع عرضي نموذجي رقم واحد فنسميه مثلا تي أ، التسمية اختيارية تي أ، أنه يرمز إلى تي أ يرمز إلى المقطع العرضي النموذجي رقم واحد. ثم نقول هنا كري. هذه النافذة الصغيرة تعطي اختيار نوفو، لأننا هنا في هذه الحالة لم نصنع بعد أو لم نصمم بعد أي مقطع عرضي نموذجي، فهنا أعطانا اختيار نوفو فقط.
عند رسم المقطع العرضي النموذج الثاني يقول لك نوفو أو كوبي، أو وإذا أردت أن تصنع مقطع عرضي نموذجي ثالث تظهر لك نوفو مع كوبي، على أنك تنقله من المقطع العرضي الأول أو الثاني، أو أنتربولي على أنك تقوم بعملية الأنتربولاسيون ما بين المقطع العرضي الأول والثاني. إذا هنا لدينا اختيار واحد ووحيد وهو نوفو. هذه هي الخانة أو النافذة التي من خلالها نقوم بتصميم المقطع العرضي النموذجي الخاص بنا، وهو المقطع العرضي النموذجي الأول. هذه النافذة السوداء هنا هي النافذة البيانية التي تظهر لنا مختلف الصفات الهندسية التي أدخلناها أثناء عملية القيام بالتصميم. فرضا أنه مهندس الإنجاز أو مهندس الدراسة قام بفرض هذا المخطط العرضي النموذجي، وهو عبارة عن طريق بيدريسونال، أي أنه طريق غير مفروق في الوسط بـ NTPC، طريق بيدريسونال لديه عرض للطريق كلي قدره 7 متر، أي أنه محور الطريق يقسم لنا الطريق إلى 3.5 متر من الناحية اليمنى و3.5 متر من الناحية اليسرى. أكتاف الطريق لكل كتف لدينا متر ونصف، الأكوتمون لديه متر ونصف. ميل الطريق ديمين نجلبه من الجدول الخاص به. ميل أرضية أو ميل أرضية الأكوتمون 4% من الجانبين. الميل هنا الأكوتمون هو للخارج، ميل للخارج، يعني من الداخل إلى الخارج، اتجاهه من الداخل إلى الخارج. ثم في حالة ما إذا كان عندنا رومبلي أي ردم، ميل الردم يكون 67%. في حالة الحفر لدينا فوسي لدينا هذه الأبعاد 0.5 متر في القاعدة و 0.5 متر في العمق، مع ميل للجانبين قدره 100%. ثم تأتي هنا عنصر صغير يدعى البرم قدره 0.2 متر، مع ميل قدره 8%. ثم هنا ميل الحفر قدره 100%. البروف المطلبة تيب لهذا المثال لديه عدة طبقات، 4 طبقات الأكثر. الطبقة الأولى هنا هذه البيضاء تدعى طبقة الرولمون، لاكوش دو رولمون. هنا اختار المهندس ان تكون لديها سمك 6 سنتيم. ثم طبقة الباص اختار ان تكون لها 12 سنتيم. ثم 15 سنتيم الى كوش دو فونداسيون، و 35 سنتيم الى اولي الكوش دو فور. اذا لدينا 4 طبقات هنا، 6 12 15، ثم 35. السمك كلي هنا في هذه الحالة هو 68. نريد تصميم أو رسم هذا المقطع العرضي النموذجي الذي فرض علينا في برنامج البيست. إذا نذهب من جديد إلى برنامج البيست. برنامج البيست يقوم بتنفيذ أو تصميم فقط نصف المقطع العرضي النموذجي وليس كله. إذا يقوم فقط برسم هذا الجانب، يعني من هنا من محور الطريق إلى الجانب الأيمن هنا، ولا يقوم برسم كل المقطع العرضي النموذجي. فمثلا هنا نرمز إلى ذلك بهذه النافذة. إذن هنا يقوم برسم فقط هذا الجانب. برنامج بيس يركز على هذا الجانب فقط ولا يرسم هذا الجانب الأيسر. وأثناء القيام بعملية حساب المشروع يقوم إما بعملية مناظرة لهذا الجانب الذي رسمناه، أو باستعمال جانب آخر يشابه الجانب هذا ولكن لديه صفات مختلفة. نقوم برؤيتها مع بعض إن شاء الله في الدروس القادمة. إذن هنا نريد إدخال نصف المقطع العرضي النموذجي الذي فرض علينا. إذن نذهب ونركز على هذا الجانب فقط الأيمن كما ترون، الذي مؤطر هنا أطرناه بالإطار الأحمر هنا، ونريد الآن رسمه على برنامج البيست. إذن هذا الخط المتقطع يمثل لنا محور
الطريق الذي هو هذا، محور الطريق اللي هو هذا، هذا محور الطريق. نبدأ على بركة الله. لدينا هنا سلسلة من الأيقونات، كل أيقونة ترمز إلى إدخال خط معين. إذا برنامج البيست عند رسمه للمقطع العرضي النموذجي يقوم برسمه عن طريق مستقيمات، عن طريق مستقيمات، كل مستقيم يرمز إلى شيء معين أو إلى جهة هندسية معينة. لا بلاتفورم تمثل مثلا، هنا بلاتفورم هو خط مستقيم يمثل هنا جانب ما فوق الرولمو، أي أنه هذا الجانب العلوي للرولمو يتبع هذا المنح إلى هنا و يتوقف هنا بعد، أي بعد الرولمو يتوقف. هذا هو البلاتفورم. إذا هنا ندخل هنا مباشرة من شوسي، ندخل عرض نصف الطريق الذي هو هنا في حالتنا 3.5. لا داعي إدخال الدي. ثم نذهب إلى أكوتمو، هنا في حالة مشروعنا لدينا 1.5. إذا هنا ندخل هنا من الآل 1.5 la longueur projetée du segment 1.5 بميل قدره ناقص 4. لماذا ناقص؟ لأن برنامج البيست يقوم تلقائيا برسم في أول قطعة الأكوتمون يرسم معلم متعامد ومتجانس. هنا يرسم معلم متعامد ومتجانس بهذه الطريقة. بهذه الطريقة ثم يقوم بملاحظة القطعة المستقيمة التي تريد إنجازها. فهنا مثلا القطعة المستقيمة الموافقة للأكوتمو تبدو هنا في الربع الثاني، هنا الربع الأول، هنا الربع الثاني، هنا الثالث، وهنا الرابع. الربع الأول يحوي الإشارة بلس بلس زائد زائد، أن قيمة الإكس موجبة وقيمة الإيكس موجبة. الربع الثاني قيمة الإكس موجبة، أما قيمة الإيكس فهي سالبة. إذا هنا الربع الثاني ما دام قيمة الإكس موجبة وقيمة الإيكس سالبة، فنقول هنا ندخل القيمة بالناقص لأنه -4%، لأننا في الربع الثاني نريد رسم قطعة مستقيمة في الربع الثاني، ناقص زائد إذن نقوم بإدخاله ناقص، هنا زائد زائد نقوم بإدخاله زائد، هنا مثلا ناقص ناقص نقوم بإدخاله زائد، هنا ناقص زائد إذن نقوم بإدخاله ناقص إلى إتمام مختلف القطعة المستقيمة التي نريد إدخالها. إذن هنا أدخلناه ناقص 4%، القيم المدخلة هنا تكون بالمئة. نقوم برؤية الشكل الذي أدخلناه من الأيقونة فيزواليزي. عند الضغط على فيزواليزي يقوم في خانة الرسم البياني أو التمثيل البياني للمقطع العرضي النموذجي برسم القطع التي قمت بإدخالها. إذا هنا أدخلنا قطعة البلاتفورم وهي ترمز إلى القطعة المستقيمة التي تكون فوق الكوش درولمون وكذلك الأكوتمون. إذا هذا الجزء يمثل لنا الشوسي، ثم هذا الجزء يمثل لنا الأكوتمون. هنا أسفل يوجد تدريجات تبين لنا قيمة القيم التي أدخلناها. فمثلا هنا نجد 0 ثم 1 ثم 2 ثم 3.5، 3.5 إلى 4.5، 3.5 4 ثم 4.5 5 تمثل قيمة الأكوتمو. إذا وافق الشكل المرسم بيانين هنا ما أردنا إدخاله في القائمة هنا، نقوم بالضغط على أوكي، أي المصادقة على الرسم الذي رسمناه. ثم نذهب هنا إلى ديبلي. في حالة الديبلي البروفيل اوف درايفر تيب الذي فرض علينا يظهر هنا
فوسي لديها هاته الخواص، ثم إن بارم، ثم طالي الذي يحمل ميل 100%. نبدأ بإدخال كل الخواص الهندسية واحدة بواحدة. نبدأ برسم الفوسي، وهي فوسي عبارة عن لديها شكل شبه منحرف، عمقها 0.5 متر، وقاعدتها 0.5 متر، وميل الجانبين 100%. إذن من القائمة ديبلي نقوم بإدخال كل هذه التفاصيل قطعة بقطعة، لأن ندخل أولا القطعة الأولى هذه، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم البان، ثم الميل. إذن أول قطعة التي تلحق مباشرة الأكوتمو هي قطعة الجانب الأول هذه. لديه بعد قدره 0.5 متر مع ميل قدره 100%. ما دام هنا لدينا 100%، إذن العمق نفسه هو البعد، بعد العمق هو نفسه بعد هنا هذا الجانب. إذن نقوم بإدخال البعد 0.5 متر مع ميل قدره 100%، ولكن هنا نلاحظ أننا في الحالة هذه أن هذا البعد هذا البعد يستمر في الربع الثاني، لأنه ناقص زائد، إذن نرمز له بالرمز ناقص، ناقص 100. ثم نلاحظ هنا هل رسمنا القطعة بشكل صحيح من خلال الضغط على فيجواليزي رؤية. إذن نلاحظ هنا أن شكل القطعة كان جيد. ثم لدينا قطعة الأساس لاباس، لأنها 0.5 متر مع بعد قدره أو ميل قدره 0. فيجواليزي هنا رسمنا الجانب الثاني الذي هو أو قطعة هذه التي هي هذه. ثم قطعة الثالثة بنفس الأمر، ولكن هنا نلاحظ أننا نرسمه في الربع الأول، لأنه يعني زائد زائد، إذن إدخاله بميل موجب. هنا 0.5 متر مع ميل موجب قدره 100%. فيجواليزي أتممنا هنا رسم الفوسي. ثم نذهب إلى البرم، قلنا البرم قدرها 0.2 متر مع ميل قدره 8% موجب. كما تلاحظون 8% موجب، لأنه يقوم بميل موافق لميل الفوسي وليس عكس الميل. ثم هنا نقوم بإدخال ميل الحفر الذي هو 100%. للدلالة على القطعة المستقيمة تدعى القطعة المستقيمة المتغيرة الطول، لأن طولها غير ثابت متغير حتى يستمر إلى حين يتقاطع مع التيران ناتورال. إذن هنا هذه الجهة تمثل لنا التيران ناتورال، هذه تيران ناتورال، وكذلك هنا لدينا التيران ناتورال، لأنها الجهة التي يلتقي بها مشروعنا مع الأرضية الطبيعية. لدلالة ذلك، لدلالة القطعة المستقيمة المتغيرة، نقوم بإدخالها بقيمة سالبة. إذا نقول هنا مثلا أنه له ناقص واحد، ناقص واحد ترمز إلى أنه يقوم البرنامج بإلحاق هذه القيمة أو إلحاق هذه القطعة بالتيران ناتورال لكي يتوقف. إذا هنا نقوم بإدخال ناقص واحد مع 100%، لأنه يوجد في الربع الأول. ونقوم هنا بفيجواليزي لرؤية شكل ميل الحفر، ثم ضغط على أوكي. إذن بهذه الطريقة يمكن رسم المقطع العرضي النموذجي للطريق بجانبه البلاط.